السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. يقول الإمام البستي رحمه الله في قصيدته النونية: لا تحسب الناس طبعا واحدا فلهم غرائز لست تحصيهن ألوان، أي لا تظن أن الناس كلهم سواسية في أخلاقهم وأمزجتهم وطبائعهم وضرائبهم وغرائزهم، بل لهم غرائز ملونة منوعة. والغرائز جمع غريزة بمعنى الطبيعة، فلهم غرائز ألوان، أي لهم طبائع ملونة. لست تحصيهن، أي لا تستطيع أن تعد طبائع الناس وأن تحصرها في عدد معلوم. تلقى هذا الرجل فترى منه خلقا، ثم تلقى رجلا آخر فيظهر لك منه خلق آخر، وكذلك كل شخص يختلف عن غيره بأخلاقه ونفسيته ومزاجه وطبيعته. وهذا باب واسع جدا، وباب شيق، دراسة نفسيات الناس. واللبق البارع في نفسيات الناس يستطيع أن يكسب قلوبهم وأن ينال من خيرهم ويحذر من شرهم. ما كل ماء كصداء لوارده، نعم، ولا كل نبت فهو سعدان. صداء اسم لماء عذب، لمنهل معروف ضرب به المثل في عذوبة المياه، يقال: ماء ولا كصداء، ومرعا ولا كالسعدان، أي ليس كل ماء يشبه صداء في عذوبته، ولا كل مرعا يشبه السعدان في طيبه. كذلك بعض الناس يمتازون ويتفضلون ويتفوقون على جميع الناس، وهو يعرف بتفوقه وميزته، فكن أنت شامة بين الناس، كن أنت رجلا ممتازا بين الناس، كمثل السعدان في الحشائش والنباتات، وكمثل صداء في المياه والموارد والمناهل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجد الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد منها راحلة.
يعني في 100 إبل لا يوجد إبل كريمة.